السلام عليكم. أي مرض بالأمعاء عندكم، أي مرض بالكلى، بإذن الله تعالى تسوون هاي الطريقة تطيبون. 5 لتر مي تعلقون يمها صورة المائدة، بعدها مباشرة حديث الكساء، قولوا وجه الله تعالى ثواب سيدة الزهراء صلوات الله عليه. هذا المي باليوم 3 مرات، قلاص الصبح، قلاص الظهر، قلاص بالليل. مجرد أن تخلص الكمية مال المي أنت تطيب. السلام عليكم ورحمة الله.